ياس فعاليات مهرجان إبداعات شبابية خريف 2017 والذي تقيمه الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الثقافي في بانياس. تضمن المهرجان نشاطات ثقافية منوعة، حيث تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية والأعمال اليدوية والذي يشارك فيه مجموعة من الفنانين الشباب من مختلف المراحل العمرية ومن كافة مناطق محافظة طرطوس. الهدف من هاي الفعالية هي تسليط الضوء على مهارات الشباب، على قدرات الشباب، وخاصة بظل أزمة أثرت بشكل كتير على هاي الفئة من الشباب. رحنا اليوم مثل ما انك شايف في أعمال يدوية، في لوحات فنية، رح يكون في معنا شعراء، رح يكون في معنا رسامين، في رح يكون في معنا يعني المواهب موجودة ببانياس. اليوم كان هدف هاي الفعالية بالأساس هو التسليط على هاي الفعالية. اليوم كانت إنها تجربة جديدة، 10 دقائق لكنها كانت مكثفة وكانت غنية، فنحن ألقينا الضوء على الفنون، فكان العمل اليوم باسم ألف نون. ألف نون تناول الفنون كلها لأهميتها في الوقت الراهن لدحر الجهل اللي موجود اللي انتشر مؤخرا نتائج الحرب. مهرجاننا اسمه إبداعات شبابية، مختص بالإبداع الشبابي. كانت البداية بعام 2015. طبعا المهرجان هو بالمركز الثقافي العربي ببانياس بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية. البداية كانت مثل ما حكيت بال 2015، كانت عبارة عن مهرجان أدبي في شعر وفي قصة، وكان في نوع من المسابقات تشجيعية للمشاركين. حبينا هيدا السنة نطور، دخلنا فنون مثل رسم، فن تشكيلي، أعمال حرفية، كمان سكيتشات، تمثيل، وشعر وقصة كمان. فحبيت شارك بصبارات، هوايتي كانت تنظيم المزروعات حتى بالبيت وكل شيء عم رتب، فحبيت شارك بالمعرض بصبارات والتنظيم والترتيب من هوايتي لما كنت صغيرة حبيتها، هيك طلعوا معي هيك شغلات. طبعا هون اللوحات حبينا نشارك فيها، طبعا لوحاتي اغلبها بتعبر عن تفاؤل، نشر الفرح والتفاؤل والمحبه اللي احنا بحاجتها هلا حاليا بهالوضع. نحن طبعا بهيدا المعرض معرض ابداعات شبابيه لتشجيع الشباب والفئات العمريه الصغيره انه يبدعوا ويعطوا، ونشجعهم انه رغم كل الظروف انه يقدروا يعطوا يعملوا يعني يعطوا مجهود ليعبروا عن نفسهم، يعبروا عن يقاوموا الظروف. يذكر أن المهرجان يستمر على مدار يومين في تقديم فقراته الثقافية المنوعة، وهو رسالة إلى العالم بأن سوريا قوية بشعبها صامدة بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري حتى النصر.